هاي واضح. أنا نجات حديد، لبنان الأصل، منصور. اليوم رح أعرفكم عن حالي أكثر. من عمر 3 سنين تقريبا I was left on the street، تركوني أهلي، كنت كتير صغير، وحدا أكشلي تبناني ورباني هو وساعدني إناف، كان عنده library. So تخيلوا أنا عشت بمكتبي كل حياتي، لصار عمري تقريبا 18 سنة. كان عمري تقريبا 8 سنين أول دعاية صورتها، بالدعايات بالمبدأ بلشت، وكملت معي تقريبا لصار عمري 18 سنة، دعايات وتمثيل، دعايات وموديلينج، رانويز. بعدين شو صار بالحياة بعدين؟ أقولكم كتير صار في تغيرات بالحياة، لأنه مرقت بظروف كتير صعبة من أنا وصغير. حياتي اللي كان عندي إياها من قبل بالنسبة لي كانت مثل رحلة، ورحت فيها وصلت لمطرح وخلص، خلصت هذه الرحلة، بلشت رحلة جديدة. هذه رحلة جديدة كأني خلقت من أول وجديد. حبي للعائلة صار غير، بقول يعني لو شو ما صار مثلا مشاكل بيني وبين مرتي، لو شو ما صار إشي بيني وبين مرتي، لو شو ما كانت السيتويشن، شو ما كانت الكيس، دايما في شغلة وحيدة بتخليني ارجع اتمسك بحالي واقول انه انا عندي عائلة. So وجود هذه الانجل اللي بحياتي اللي عم تضحك هلا. هاي بابا. هيدي غيرت لي حياتي كلها. خلتني اعرف معنى الابوة شو هو، خلتني اعرف معنى الحياة شو هي، خلتني اعرف معنى الحب من وين اساسه جاي. Thank you.